تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أم تفسير الكشاف تفسير سيدايزا بعشرين سورة أعلى أم دوام دقين آية 6 و7. من؟ بشره الله بإعطاء آية بينة وتعالى مزقينين دي بغنبري أخوة بإعطاء آية بينة كتشية وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. سنقرئك أمي بالتبدل الفاندل أبقى على أبجي معجزيك مظنش فوات على ده بغنبري أخوة وهي وحي السري مبينة لقلبه أمية ند بيسة نجد دخوينه لفا يحفظه ولا ينسى أو يجري لا 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 ينعب كيا فيحفظه ولا ينساه شبير جي ناي أبلا إخبارية يا نبي يا أرجو إخبارية يا إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله أو دبج أبسناء القرابة معنى فذهب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته إلا أشتاق خدا بخوازة تجبير بك يجيب بي بيجي بيجي حفظة دركة بي حكم بيجي راد بي تلاوة تجي راد بي كي قول أبي تبي وكي تي تبي وكي تفسيرك أو ننسيها دم كي إلا ما شاء الله أب إستناءك إج قراءتي دم كي يمنسي هيا وكي كو آية بقرية آية 666 تبي أو ننسيها يعني نسخة نسخة آية من أب عنك يجوا قيلة كان يعجل بالقراءة إذا لقنه جبريل يعني شافك جبريل عسى مجيئة نخوان هم عجلة عجلة كثير بسبب كده هيجاني وعجلة دخوان فقيلة هتعجل عجلنك فعازنك فإن جبريل مأمور بأن يقرأه عليك. جبريل عليه السلام أبي هفوة تعالى اشترى خضابة أمر لها أمر هاتي داعي جيئة وبأن يقرأه عليك قراءة مكررة. جبرائيل عليه السلام قرآن سر بقيني وحي سر بقيني قراءة مكررة. يعني تكرار بقيني إلى أن تحفظه حتى تجبر بك أو يشتري بقيني فعاشك. ثم لا تنساه ليس أجل. ثم لا تنساه. تجبرناك إلا ما شاء الله إلا ألف خدا بخوازي تجبر بك ثم تذكره بعد النسيان بش تجبر كميجي يوهل بلاد يان أبي هالقروة بحق معنا يعني لا إسرائية لإجند العربية جانا إلا ما شاء الله لمعنى كده شيء تستقبل كده بازي ويبيجي معنى كده نقول شيء هو معنى قلة ندرتة ليك كنت بيجي والله حيرة أزيد شيء بيجي إلا ما شاء الله يعني أو قال إلا ما شاء الله يعني القلة والندرة معناه إلا تشتكي هندك هو يعني بقيمة يعني بيش بيكر يعني معناه شيء يعني طبيعي استعمال القلة في معنى النفي ها تعرف وين بين قلة تكون بالفعل يجيب معناه ناية 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 كما روي أنه أسقط آية في قراءتي في الصلاة لو أتشاهد كوبي عصام بيشي ليش تقول آياتك نخوة فحسب أبي صحابي أنها نسخة ويزان كربو هاتي نساخر فسأله في غنبري خدا برسي فقال نسيبها أو قال إلا ما شاء الله أو يعني هو إلا ما شاء الله يعني أو معنى كرها أو إلا ما شاء الله معنى كرها بمعنى شيء الغرض نفي النسيان رأسا يعني مجان كما يقول الرجل لصاحبه انت سهيني بما املك هبالي مني تشتك وازمك هفبالي مني الا فيما شاء الله معناه شيء لا يستخسر لا يخسر استا شيء يعني تشتك هيك وتنشري كمني معناه شيء استعمال القلة وهو استعمال القلة في معنى النفي اذن انت سهيني فيما املك تتشو معنى كده أنت سهيمي يعني أنت هبال هبال بهري مني يعني صاحب السهم لي بما أملي يعني تشتكي ملكي من شهبي تنيجي مني بيتا وقت البيت وقامت أرتاقي مني أرتاقي إلا إلا ما شاء الله معناه يعني إلا تشتكي النظام كل جهة إلا تشتكي النظام يعني معناه كثرنا تشتكي ولا يقصد استا شيء بل شيء استخدام قصد استعمال القلة في معنى النفي
ليت أبي شيء أبي قل رجل يقول كذا يعني إن معنوي أو أي بيجي هندك معنوي يعني ما رجل يقول كذا لو سأل ما رجل من سيدنا هاتي نعم يقف وقيل قوله فلا تنسى البراتيك مكو حتى بقى نفي إجاد البي بسبب معنى كوري لا لا ناهية لا تنسى إما دمك لا تنسى وألف يريد جين وقيل قوله فلا تنسى مبني على النهي نحو والألف مزيدة للفاصلة جمو فواصل جمو آخر آية ببي وكي أب هاتي قوله وكي تشي وكي قوله كقوله تعالى السبيلة السبيلة يا ألفة جهة ألفة فاصلة ألفين زحمة ألفة إطلاقية مثلا ألفة ألفة إطلاقية من عين من أو كده أبو ألفة إطلاقية ده نحويها مدو ألفة إطلاقية باشا شعر أنا شفتي باشا شعر هذا دي جل بدي تعبير بدي تترجمه آيات دي من الفاصلة يعني رعاية الفواصل ها يعني أو آخر آياتها وهي هذا الفاصلة يعني رعاية لآخر آية آخر الفواصل يعني بشخي أقل لا تنسبي بشخي نهية ومعناه بتشتكش بيغنبري خدات الفاصلين يعني شيء يعني فلا تغفل قراءته وتكريره وكنساه أكسى معناه منها أو بري ما تكونش خدش بينا كيخو عاجنك يعني بيقى وعاجبك لا تغفل قراءته خش يقول خبت جبريل عليه السلام شاي كوش ترتيجي غافل نمينا وتكريره كوش تكراري جي غافل نمينا حتى كوش تشبير بك إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع التلاوة للمصلحة إلا تشتكي خدا فقوازي ده بديش بيرين تلاوة الراجل في مصلحتك أو تشتكي أو خلاص إنه تعالى يعلم الجهر وما يخفى يعني أنك تجهر بالقراءة مع قراءة جبريل عليه السلام مخافة التفلت يعني أو جهر تقوى تعالى تزعني تشتكي تشاهد جبريل الدخويني تجي بهير بدنك قبلين الدخويني جبوتشيش بوتش بيرك جبوت خشيك بجري والله يعلم جهرك معه وتشتي تجي تزعلك وما في نفسك مما يدعوك الى الجهر او تشتي قد الدلي تدش درباز بيخوت على ويجي تزعلي شما تبع الجهر الدخويني جبوك قد ترسي جبير بكي نخوة فلا تغفل نخوة لا تنسى معناه وشيا يعني غافل نبا فأنا أكفيك ما تخاف أذكر في مشترى جدتك مجدين وتجدين نجدين نقصة أم ناهي المجدين أو شو أو معنى خاصة خاصة بحاد وروشة بغنبرة لأجلكم أم نيجي أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم أو هو جمع نجي عام أو عامة جو تمام أمتي جو تمام إنسانة يعني يعلم هذه كثير يا اخوان انه يعلم الجهر وما يخفى نوسا انه يعلم الجهر وما يخفى يعني شو معلوم شو انه جملك اعتراضيه على كل حال جملك اعتراضيه نحو هذا لجد شغلك ومسامحنا بك يعني ام بيجي يعلم ما اسرتم وما اعلنتم او دبي اعتراضيه لفظا ما معنى يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم وما ظهر وما بطن من أحوالكم تمام من على ظنكم سرد بيجن شب على نيهم بيجن جبني واش أفعالي واش كلني واش تشتكوا أشكرا وتشتكوا ماضني أحوالي والروشين ويا أبشتكوا مصلحة لكم في دينكم ومفسدة فيه تشتكوا جبن ديني ومصلحة قنجية وتشتكوا جبن ديني ورا نقاشة حمية دزاني فينسى من الوحي ما يشاء ويترك محفوظا ما يشاء وتعالى وحي اكو جوار بايدليه يبهل محفوظ بهلي ويكو جوار نباشا يهوي بدي راكب سيدا عفوا يعني دنكين كرم بيان يعني جانا انت دي فعلا متعدي مفعوله ويت شعس فيه جبوع عمومي جبوع عمومي مثلا يبي يقرا ايه شيء؟ يقرأ شو بقينا؟ يعني قراءة معلوم. يعني النحو والصرف والبلاغة وال مثلاً علم فني تمام علم كامل يعني شبوي عمومي فايدة عمومي بدأ جنات تحس فيها. لو ما تديها البراجي عام ضايع بريان.
يعني معناه عم خشتنا إنه يعلم الجاهل وما يخفى نحو جاء خاص بحالة رجاء في غمبر الدنيا يعني. ها عم بخشتنا خش مال ونيسرك لليسرى مال فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يعني. ونيسرك اليسرى نحو معطوف على سنقلوك إجا وقولوا ما قلت إنه يعلم جاركي ببريجي. إذن آيات معنى ناكي، آيات جاركي معنى كهجة زعمتنا. أوي ما أرى قوى كردي بخوينا ما معنى ويا معنى ويا بسرى بخوينا آيات هجة. والله جبوكو تيك بحاضرية من إذا سيدان ومدوك إذا سيدان. أما ما أرى هو بخوينا، ما أرى هو بخوينا. ونيسرك لليسرى أمي الراحات فيه اتشتاك وقنجية وراحات وباشا خوشا أمي انت مسخري جيرا بكم فذكر ببير بينا إن نفعت الذكرى يطلعوا لنا في سربي خبردان تكرا قالوا قيد من في عد ندم ونبيجي علم صد بيجي من بيجن إن نفعت الذكرى لسر ظهري خويا يعني اگر منفعتي بدي تبكير مينا اللي كنت تشوي تشيك وتنزاني بي كنت بيجي قيمتك ناكي خبر دانتا نشتغلت بيجي كرة معلك مسألة مشهور لا هذا مشهور إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع نوسا إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع جمرانا يعني تشي منفعتي بدي وتشي نادي أبجي معلك وجهينك شي دبي بذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يعني دبيت بير بينا اجر بير انين فايده بكيكيا او كنت بير بيني ديسا دي بمعنى ان لسان معنا اخوات معنا اخوات بيني شكو سيذكر من يخشى دمك يكو يكو بطر سيجروجا تمتي تيوي بدي على يجي يعني اجر تا اميدا منفعتي كرت تذكيري بك وتا اميدا منفعتي لكن ببير انين ليلة سربي معنى أبها دي سنتين معنا ويتجنبها الأشقى يجبي برآنين درب كبه الأشقى أو أنشقي كيا أو كافر أو الذي يصل النار الكبرى أو كريب بي تشي جاندن بي شوطاندن دوي آقرا مزن وي آخرتية آقرا بتشوكي دنيايا آقرا مزن جي آخرتية ثم لا يموت فيها ولا هي بشتكو آقر بشوطن آقر ده نكو هي ببري وكي دنياي اي مساجي لا يموت فيها حتى يخلص ولا يحيا حياة طيبة لا موت ولا حياة لا موت ولا حياة لا يموت ولا يحيا تبي وكي قديشن نا موتك موت نا حياتك حياة نا بين هربا بل ما هو معطوف على سنقرئك وقولوا انه يرى مجرد ما يخبر اعتراض جمله ما قريده يا ومعناه ييسرك لليسرى معناه ويكشيا يوفقك أم التوفيق تبدا أم التدين السرية الطريقة التي هي أيسر وأسهل أم التدين السرية الرياء وسهل ترين وسهل راح ترين يعني نعم أو كنت تشتا ويسرك لليسرى أو تشيا وهي يعني حفظ الوحي يقولها بمعناه وأمن خاص يعني الرياء أزبر كنا وحي أمي رحت بك اشترى يعني أمي تسهل بك أمي اشترى حتي بين بنشاتا أمي تدين السرياء راسته سهل كل شيء يعني حفظة وحية لوقيلة أقلق أبليجن أمسر معنا عموم دواب أو شخص شايف أبليجن سرقة اليسرى أمي جروشة في غنبر تاني قصدك أبليجن للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع وأسهلها مأخذة نوزة وقيل ميسرك للشريعة السمحة تقول الشريعة رحت وأشكره وخش التي هي أيسر الشرائع وأسهلها أو شريعة حنيف شريعة التوحيد أو يكون أنسهل ترين شريعتها مأخذا جهة أخذها يعني جهة استاندنو دان استاندنو عمل ذكر وقيل ميسرك لليسرى أم الدين السريع راس يعني راح تكيجانا للعمل الجنة يعني أمي آلي قريب للتجمع وتهري عمل مرة احتياج ناكي طبي معني معنى بيشي معنى خاصة ومعنى ديجي تشوفها معنى عامة أبي عمل جنة يوجي بتفسيرك يا بيشي أبي تفسيرك يا جنة فإن قلت
كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالذكرى، نوزه مأمور بالقرآنية، نفعت أو لم تنفع. إذا ما معنى اشتراط النفع؟ شو ما أقول إن نفعت الذكرى، قلت هو على وجهين. أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استبرغ مجهوده في تذكيره، يك أوى معناوي وبيغنبر خدا تمام كار وعمل إخوة شكل يا دانية جمو بيرآني نوا، وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عطونا طولا دقلبي ودائما وبير وبير وطاني شك واجد كير بلا أول وطغيانا طغياني ذكر تجاوز حد ذكر وزيادة دوش تردم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلظى حسرة وتلهفا ويزداد جدا بالتذكير. بيغنبر جي هيز احتر حسرتا وي نوزا زيدت بو ودلي بي بوابز دما ووجد زحتر جديتا كي زيدتر بي بواب بير تاني زيدتر ذكر بير آلين ده تذكير ده وحرصا عليه. جبا قيل له وما أنت عليه جبا فذكر بالقرآن من يخاف عيد حيرت دنا دنا مسؤول هواي دنا سر دست هواي دنا أبي كنت بصوري وابخي لسر ديني بين ديني إسلامي. ده يتلظب شو معنى كرسة ده؟ ده بالقرآن لبي يتلظب يعني صار شوته يعني. يتلظى حسرة وتلهفا ويزداد جدا في تذكيره يتلظى يعني اتركوا ماي ما دام انتهى في كلام كده شوته ده دنجي هناك راه ده دنجي هو كل كلام كده دوم كده لا يمكن أن تكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك أي شيء يمكن أن يكون هناك ويزداد جدا في تذكيرهم وحرصا عليه وزيادة ذكر پیغمبر قد عليه الصلاة والسلام بيرخصنا وام دا جديات ذكر ذكر وتحصاويها وتشويقها لسر تذكير وام إجاز قد پیغمبر عليه الصلاة والسلام دذي دورما وهيب دا بوجبو وام ووهبنا جهنم پیغمبر عليه الصلاة والسلام وان وزن مشتبه وواتبه إذا خالق عالم تسليم لك فقيل لو إشبهنبر هذا قلت وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فما أنت عليهم بجبار يا محمد صلى الله عليه وسلم تم سروان زور الله يجيك تبوان بزور بني إيمانك إي وظيفته فذكر بالقرآن بقرآن بده نصيحات بده وعطير كيف ده من يخاف وعيد إيكوش عذاب قدير للترساء أو عزي اللوان بده أو من أومن في عذاب بيد وإلا أوانا هنكا إيماني ناين فعريض عنهم تزوان برية خدوكوهس وقل سلام وزوان رجي بيجا سلام يعني لنا بينا مدى زارينك فذكر إن نفعت الذكرى إن نفعت الذكرى تذكر بالقرآن بالقرآن بالذكر بكر وعظ بدا إن نفعت الذكرى يأجب الذكرى منفعت بدا وجوانا فايدكي هبا بذكر المبال دين خضابا تجوانا دوام بك وذلك حالوكي كمال اللي نرى دمك يكون ندى يعني نبى منفعات مين بقى پیغمبر درجة بقى ناهوه معنى مينة لكي وذلك بعد إلزام الحجة اشتكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بالدليل قيامت هي من القرآن حق محمد پیغمبر خدايا وان دليل عنك هو لازم وانكر بتكرير تذكيري تذكيري تكرار كر شندا أنجح إجابة عمبر قدى عليه الصلاة والسلام كن منفعت هبا جوانا دواما نسيحات لك كنتنا بدا حينا لأخو زيدا بكن تفايدات نسيحات عمبر دا جوانا
جابو كي دبو فيقول ده كان الرسول مامورا إن تعد أو لم تنفع إجاب مثلا فما معنى اشتراط النفعي يجاب دي أبوات الجواب الثاني أن يكون ظاهر شرطا إن نفعت الذكرى شرطا ومعناه ذما للمذكرين معنوي ذم جلوانك تسكيد وان اشترف التغنبر عليه الصلاة والسلام ديكرني تغنبر لوان عزيز ده وأول بعض التغنبر عليه الصلاة والسلام ده نعبر إيمانه في ناينين ذم وانك وإخبارا عن حالهم وإخبار حال وانك واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم ودربونا الذكرى وعزي البيغمبر عليه الصلاة والسلام دواندا تأثير بك دولة وتسجيلا عليهم ومهركرنا لسروانا بالطبع على قلوبهم وقلب وان هاتنا مهركرني أوانا بالدائما ناكذا قلب وان فناقرن أو وعز نصيحة في عمر عليه الصلاة والسلام قلناني وقبولناك كما تقول إنك يا للوعظ جيسانك وعزي الداء بعثيش خلقتك الجامعة وعضاء خلقت الداء وابكنا 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 دمين قردش ذي المكاسين إن سمعوا منك أوان البلدية عربية السنة هنا يا أوان بلدية بلدية أنا مثلا سير يا مالية يا ثلاثيقة يا أبانا نكا أدجا كنت وعزات لي كنت وعزات التأسيد بك على الوان بك يعني كنت شيء فإذا وعزات جمارة تنية قاصدا بهذا الشرط سبعالا لك وأن ولا يدك يعني كأب وعز جمارة نابة وأبي نبش معنوية أدي أنا كان يدنك فذكر نفعة الذكرى يعني كل ذكرى جمارة منفعة نابة اغنا سيدا عفوا جلالين دري وإن لم ينفع معنا مشي سيدا دور ده هي كيف دوري هي إمارة جانشي هي دوري در ده سادج طبعا كي جملا كمنا زرب دست مكان دور ده إمارة ويرفش تكير ودري معنا تكير وجيبه وجملة جكسة معنا ايه طبعا باشي لمنا كلمك سيذكر من يخشى فيقبل تسكيلته او قبول تسكيلته الذكر بك وينتفع بها او منفعته بتسكيلته بنا كير بنا من يخشى الله ابش قضاء بترسى وسوء العاقبة وبترسى داوية عقيبة نباشية داوية كو العياد بالله بكفري عرق أبدي جهنم با آئيكو شوية داري بترسى أو أنجا نصيحة فيغمبر عليه الصلاة والسلام نصيحة القرآن قبول لك وجه منفعتي فينظروا أمن يخشى لنغاد شجدبا ويفكروا التفكر بك حتى يقوده النظر حتى صوتك وي يشنجو فكري وي إلى اتباع الحق ببن طابعة قرآن ذا فأما أولئي أما بان كافرا فغير خاشين ولا ناظرين نترسى وان خشية وانية ونجي تفكر دشنجا وانية ورق سيبتنية فلا تأمل أن يقبلوا منك فلا شبه عمر عليه الصلاة والسلام را ümid ne ki kuvvet kabul bükün yani kuvvet var nasihat et kabul bükün ve gel iman ebinin evi ümid anika ne ki teyzekker men yakşa ve yetecennebuha ve yetecenneb zikra evi juazi hudurke zikri hudurke ve yetehama evi muhafızake ki el eşka el kafire en eviş bizati شقاوتا مزن كفر يعني خلق عالم شكيك إيمان آينا بي غيركلي بي نبو أو كبير كفر أن مزن بأمر يخوضي وكفر لأنه كافر أشقى من الفاسقي فاسقي دا شقيك
أخذي أشقى أو الذي هو أشقى أشقى الكفر. يعني أشقى بمعنى الكافر الضهاء الأذن في دا الشدد دا الشدد بتواهله جبوك خنوخ كريا أذي أشقاي في عداوة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لن يرضي پیغمبر عليه الصلاة وقيل كلا قلتيا نزلت هذه آية نازل بها في الوليد بن المغيرة وعبد بن ربيعة دفان هل بن ميركا نازل بها يعني كوابان نكا بماني ناينن تنكبر واجي تنية سيصل النار ذاتا ده آيات نبيل آيات النار الكبرى قد أفلح من تذكر قناتي النار الكبرى النار الكبرى السفلى من النار يتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى يصل النار الكبرى أو الداخلي أقريب مظن بذلك أقريب مظن كدري السفلى من النار ثم جهنم أصبحتنا تقع بهجيبة هذا أو قوي زيدية أو قريب زيدية جاء النار الكبرى نار الكبرى دمك قاطع بني وخيلة الكبرى نار جهنم وصغرى نار الدنيا سيصل نار الكبرى بداخلية أغري مظلمة يعني أغري جهنم أغري دنيا وخيلة ثم ثم ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى ولا ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم قلت يا وقيل ثم لأن ترجح بين الحياة والموت أوسع من الصلي ترجحات بين حياة بذنه ده أو يا أفضعتني شوتاندريه فهو متراخن عنه في مرات أذ ترجح متراخية جسالية مرتبة شدت إذا جسالية ضعاء مستدى يعني شكي أو دخوازين كي مرني أما البتة كي أرو مدين في جوارة فلسطي والله والمعنى معنى آياته لا يموت فيستريح فيستريح أو نامرك ويستريحك فيه ولا يحيا حياة تنفعه أو ياشمش نابب ياشمك ما حياتك يكون انتحك مني أو حياتك يوجد يكمية هذا إذا ترجحت لنا بين أذ فان هاد رياض مدنا كل سلحك بك وحياتك منفعتي بك هذه النقاش الدخولة عقل الشيطان دون عقل دعا فحنا كلو جرطلة وذيب شمانا متابة محفظك قالق دبي قد أفلح من تذكى محققك خلاص بيا أو كسلك وتفاقش كبيا تنبيش كبيا جشكي وذكر اسم ربه وذكرى ناظر فضايا فكرية يعني وفصل لا بديشتي بل تؤثنون الحياة الدنيا بل كي هون يعني فقط على خطابة كبكرة بأشكيارة أي كان اشتقيار وان اختيارية حياة الدنيا يتكن بسر أخرتي والآخرة خير وأمام آخرة خير وأبدية دنيا كتبية حياتك كتبك زمانك إلى يشمك إلى إذا معنى أفلح من تذكى خلاص بيا تذكى من تطهر من الشرك والمعاصي إكو الشرك مش بناء تمش كريا محقق فضل به وخلاص وياخذ تطهر من الشرك والمعاصي
او تطهر لصلاتي بك كجن ميجرا تمشكي يا دسمش قلتي ولمشكي يا او يا خلاص او تكثر تطهر تذكى تكسر من التقوى ياخد قد اثنى خلاص من تذكى يعني تكثر من التقوى تقوتي تركي يا خلاص يا تذكى معنى تكسر من التقوى بمعنى زكى بمعنى كسرتي هي في بلد من الزكاء وزكاء النماء معنى من لدنا وربنا المشكلة أو تذكى تفعل من الزكاة قد أفلح من تذكى يعني تصدق من الصدقة يعني أولي بصدقة ضياء مالك يا خديد ضياء يا حق خلاص وذكر اسم ربي والذكرى نادى خدايا فكرية وصلى صلاة تسعة بيج وقت المشي أو يا حق خلاص يعني بيج وقت إبليان كذا على كل حال لو إنسان يكون أهل تقوى أهل تعبد المشي وحق حقوق الإنسان على المخلوق تقدر صيد لذا معنى أهل خلاص نعم نحو قولي تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة أقام الصلاة المشكة وآتى الزكاة بدون أن كذا زكاة زكاة أم زكاة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة سمى الله نورا فقد الملك تصدق وصدنا أم صدقة يا أهم ملك يعني زكاة يا صدقة وعن علي رضي الله عنه أنه قال أنه التصدق بصدقة قد أفلح من تذكى يعني خلاص بهذه الزكاة تطلع خطايا يعني رجع إلي إذا رمضان تطلع خطايا تشد يا فقيرة صدقة وعن علي صدقة وقال حضرت علي رضي الله عنه ودي لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها كتاب خدا از بين دي قد أفلح من تذكى نبي نمجي أذيانك زكاة تطرايا لقوله تعالى قد أفلح من تذكى أي أعطى زكاة الفطر زكاة خوية فطراتايا فتوجه إلى المصلى وجبت به قد أفلح وذكر قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه يعني ذكرى ناضي خضايا فكرية يعني كل خضايا ببال مسلمج جميلة فصلى صلاة العيد بيج عيد وذكر اسم ربي جمع ربي فكرية فكبر الله أكبر بمتية تكبيرة الافتتاح بلا افتتاح لبيجا إلى رمضان وبه أب ذي قوتنا حزتي علي فأوات تأويلك يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح نفس لا تحرمي فهم دبيجن المسابي شرطعي ما رؤنك لميزي أو يانك المسابي حنيفي دا رؤني لميزينا شرط واجب شرط الميزي واجب الميزي يعني أو يان خوش نبكلي بناغ الميزينا كما التوجه فصلى صلاة العيد وذكر اسم ربي فكبر تكبيرة افتتاحي يحتج على وجوب تكبيرة افتتاحي وعلى أنها تكبيرة افتتاحي ليست من الصلاة لأن نجر كريم شما لأن الصلاة معطوفة عليها صلاة تجي على تكبيرة تكبيرة صلاة تكبيرة عطفة الشهير تجزئ شهير لنا لمك أو جزء المس ميزية أو واجب المجيء ند المجيء وعلى أن الاستماع جائز بكل اسم أسمائي قلت فسبي اسم ربي الأعلى لا تسبي وذكر اسم ربي اسم ربي لا قلت الله أكبر قلت اسم ربك يعني دمك دغلا تفهم كني شنو الله أكبر يبكي شافعي قال إلا الله أكبر بد بجد أما حنيفي بالله الرحمن الله الرحمن الأكبر ويأخذ
الرحيم أكبر ويا الله أكبر تشكي دي جبل يدبه يعني. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر التشهد هذه كلمة ذا أما من وذكر اسم ربه ذكر اسم ربه معاده وموقفه بين يدي ربه يعني ذكر اسم ربه يعني ذكر ذكر وجه قيامته حرى حدود ربه من جمع حدود ربه خبز لكنها وخلق وجهي ويبقى بين الصوتيين قالوا ادري شنجا ادري بما وفصل له لوش قضايا اخرى لمشكا او يا پیغمبر حد الدعوة عبد الله بن عباس بالله او يا اهلي خلاص هي وعن الطحال طحال جواب الدين وذكر اسم ربه في طريق المصلى درياك ويهارا جميع نجا الى رمضان دويتا اذا بريدا كهارا بيتك اوكا بده يعني ذكى خديمك سبحان الله الحمد لله الله اكبر بمشه فصلى صلاة العيدين لميش قبل ميش عيدي قال يا خلاص هلقى على مدريك بل ترسلون الحياة الدنيا وين أي قليل مشتكة وين يا حياة الدنيا يبتل نسان أخلاق فلا تفعلون ما تفلحون به تشتكون بخلاص بمن بإيمان وطاعة وعبادته والإيام ماكينة وقرية بل تؤثرون بل يؤثرون على الغيبة أو دمر جيب الله مشتكوه ويعظم الأولى تقويات تؤثرون ذكاء المخاطبين قراءة عبد الله بن مسعود بل أنتم تؤثرون أنتم بالفشاء تؤثرون عنية دمك يويا تقويا طائف يدية قراءة التالية مخاطب يدية والآخرة خير وابقى أفضل في نفسي نفس خدا قيامة أخلت ضها باشا وأنعم ضها نعمة بولا وأدوم ضائما يديا مرتي تنة نقشيتي تنة اختياري تنة وعن عمر رضي الله عنه حدث عمر خديش رضي الله عنه ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة إرنبي ولا قلت الدنيا قرشلغي آخرتي منه إلا وكي كمدكا أولي كيوشكي كمدكي كيوشكي بطر مدلكي التمامي الدنيا يكي كمدكا كيوشكي القرشي آخرتي تمامي نعمت الدنيا حياة الفلان قان كمدكي كي القرشي آخرتي القرشي كمدكي خلق بينا هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى تشكو دي سورة دايا وياخد دا قد أفلح من تذكى أبيض الصحف بيغنبري بريدايا عليه الصلاة والسلام أول صحف ولاجي بريجي صحف حضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحضرة موسى عليه وعلى نبينا جميل الأنبياء الصلاة والسلام هذا إشارة إلى قول قد أفلح من تذكى قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربي فصلى أبي إلى حق الضوي إن هذا خير بل تسيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى حتى وخير وأبقى هذه نكات الصحيفة إبراهيم وموسى يعني أن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف هو صحيفة داشي وارد بيه وهي وقيل وقيل إلى ما في السورة كلها نفوش قد أفلح من تذكرينه تشتكوا الشوري تهيا يعني او سبح اسم ربك الاعلى حتى بيت بيته خويا مستعيد ابراهيم وموسى قايم وروي رواد تذكرني عن ابي ذر الغفار رضي الله عنه وعن جميع الصحابه انه سال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كم انزل الله من كتابك فدي شكت الله ذكرنا فقال پیغمبر قلتي عليه الصلاه والسلام 104 كتبي 104 كتاب منا على آدم أشرف 104 صحيفة حضرة آدم ده وعلى الشيس
50 صحيفة في صحيفة أحد في الشيس بو شيس وعلى أخنود وهو إدريس عليه السلام 30 شيء أحد في سبوط وعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 10 صحيفة إبراهيم إنها صحيفة بوسن والتوراة حضرة موسى والإنجيل حضرة عيسى والزبور حضرة داود والفرقان قانون خدا قرآن حضرة محمد عليه الصلاة والسلام وقيل إن في صحف إبراهيم أواهية ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه صنف عقلبة زمان خم حافظك عارفا من زمانه زمان خو نازك إنسان زمان خو نازك وزمان خو جناز مقبلا على شاني بشيخ الخير مسؤول نبا بشيخ مسؤول نبا بحال خو مسؤول نبا خو خلاص كشي كشي خلاصنا من قرأ سورة الأعلى إن شاء الله أعطى الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله والسلام عليهم أجمعين شبا وابتبا مخاش أمانة الخدا سيدة وكان إذا قرأها وكان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى وكان علي بن عباس أول قيام وكان إذا قرأ رسول الخدا قال سبحان ربي الأعلى سورة الخدا وكان علي بن عباس يقولان ذلك وإن سبحان ربي الأعلى وكان يحبها پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام جلی شوره کی حس کی وقال دگو اول من قال سبحان ربي الاعلى ميكائيل عليه السلام او يا ميكائيل قلت سبحان ربي الاعلى خد تعالى پیغمبر جا ميكائيل حس کی شن اتقا خير و برکت هي اباضي دنيا باران و فلان و غش و بولغي دست حضرت ميكائيل ده اتابي کی او تاوكيوي تسبيح ربي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وكان يحبها فعلم ان رجع الخدمه راضي بال پیغمبر ويا لا 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 پیغمبر او هر راضي بال استدا كان يحبها الرسول ما يحبها السوره لنا مو او هر راضي بال سوره ان بال سبحان ربي الاعلى ولا سيدا سبحان ربي الأعلى هاوتي كل سري خدرت سبحان ربي الأعلى نعم أسلم وكان إذا قرأها وكان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى أو ها راجب الشباب أبي وكان يحبها شو رأيك يا سيدي تمام وكان يحبها تمام بما في عمل الشريعة عسكري وقال سبحان ربي تمام أسلمك الله خير كثير ويانا